السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي في قناة عالم هبة. إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها. اليوم جبت لكم هذاك القناع اللي وعدتكم به نتاع صابون الكف، صابون الحجرة اللي كنا في المرة اللي فاتت عملنا به خلطة صابونية، وانا كنت يعني عزلت منه قليلا في المبشره الرقيقه هكذا وخليته يجف، وكنت خبرتكم بعد 3 ايام راح نعمل لكم به قناع ووصفه لازاله التصبغات الجلديه لتوحيد لون البشره، البقع الداكنه راح يعطيك تصفيه رائعه للبشره. بعد 3 ايام، مره 3 ايام كان جف. نوري لكم طريقه الاستعمال، شوفوا في الصوره هذاك الصابون يعني باش تتذكروا الفيديو اللي كنت هضرت حكيت عليه على الخلطة هذه. بعد ما جفنا بعد 3 ايام هذاك قالب الحجرة، يعني واللي ما عندهاش قالب الحجرة تقدر تستعمل قالب صابون الطاوس، صابون مارسي، تاخذي منه قليلا هكذا، طبعا ترحي يعني تغرب تمريه في المبشرة هذه بطريقة ناعمة، لازم يمر كأنه سميد رقيق هكذا هكذا كيما راكو تشوفوا. انتم ارحوا كمية كبيرة وحطوها في قارورة وتستعملوها عند الحاجة لما تكونوا راحين تعملوها بالماسك تكون واجدة. انا هكذا تطحنيه بهذه الطريقة هكذا حتى يعني يمر كأن احنا نحتاجه كأنه دقيق، سميد رقيق. يعني صابون الحجرة رائع في توحيد اللون. نعملوا ماسكات به، كنت عملت به خلطة صابونية مثالية رائعة هكذا. واللي عندها حساسية أو ربو تضع يعني منديل في الأنف أو في فمها لكي لا تشتم رائحة الصابون لأنه يعطس يعطسكم. هو رائع يعني لازم نتحمله. أخواتي أنا نخلت يعني غربلت كمية قليلة باش نعمل لكم الفيديو، وأنتم نغربلنا الكمية كلها في المصفات هذه وخبيوها في قارورة في علبة تحتاجوها أثناء وضع الماسك. نحتاج إلى ليمون هكذا، ليمون احنا نحتاجه كأنه دقيق هكذا، دقيق الصابون هكذا. تعصري له كمية من الليمون حتى تصبح كريمة بهالطريقة. هذا القناع للبشرة الدهنية، أما البشرة الحساسة ممنوع تستعمله. هذا كريمة يعني كريمة الصابون مع الليمون، غبرة الصابون مع الليمون تعطيك كريمة بهالطريقة. خليه يتشرب لمدة 10 دقائق وطبقيه على البشرة. نأخذ منه كذلك كمية نغربلها في هذا البشرة الجافة، هذا البشرة الدهنية، هذا البشرة الجافة. نطحن من نغربل من يعني نستخرج منه قليل من دقيق الصابون بهذه الطريقة. صدقوني ورائع، والله رائع. انتم يعني غربلوا يعني انخلوا كمية كلها وخبوها في علبة لكي تسهل عليكم المهمة في المرة القادمة هكذا. أخواتي بعد ما نخلنا قليلا يعني غربلنا كمية قليلة، أنا نعطيكم العينة وأنتم ضاعفنا الكمية. هذه للبشرة الجافة، تضيفي لها قليل من النشا، النشا هكذا مع قليل من خلطة الصابون هذه، كل دقيق الصابون دقيق ناعم هكذا. ضيفي لها كذلك ملعقة من زيت الزيتون هكذا وتخلطي كمية الصابون مع النشا مع زيت الزيتون. هذا للبشرة الجافة هكذا. هكذا. وبالنسبة للترطيب نأخذ ملعقة من زيت نوال المشمش، هذه زيت المشماش مع زيت اللوز الحلو، نأخذ يعني ملعقة ملعقة هذا للترطيب، ملعقة وملعقة كذلك من زيت نوال المشمش. صدقوني هذا يعني الوصفات هذه رائعة. طريقة الاستعمال، صاحبة البشرة الدهنية
تستعمل هذيك الخلطة تاع الصابون وحده مع الليمون، تدهني على البشرة تاعك بهذه الطريقة، صاحبة البشرة الدهنية هكذا. الصابون مع الليمون، عصير الليمون فقط، تتركيه لمدة ربع ساعة يكون نشف. ما تعمليش ولا حركة بوجهك، لا ضحك ولا أي حركة لكي لا تتشكل الخطوط الرقيقة. اتركيه ربع ساعة وأنت نائمة على ظهرك، على الرقبة، على اليدين، ابتعدي على دائرة العينين. ومن بعد غسليه بماء دافئ، ثم رطبي بالزيوت اللي حكيت عليها، زيت نوى المشمش وزيت اللوز الحلو. رطبي واعملي مساج دائري على منطقة البقاع الداكنة والكلف والتصبغات، يعني اتركيه ليلة كاملة. الصباح غسلي وجهك، طبعا زيت الترطيب وليس الماسك، الماسك يبقى فقط ربع ساعة. هذا بالنسبة للبشرة الدهنية. خواتي بالنسبة للبشرة الجافة، تدهن كذلك الخلطة المتكونة من النشا وقليل من الصابون المبشور هذا المجفف وزيت الزيتون. تخلي على البشرة هكذا لمدة ربع ساعة كذلك، وبعد تغسله وتفركه فرك دائري هكذا، وتغسليه بماء دافي، ثم تكرري العملية بماء بارد وترطبيه بعد ذلك بنفس المرطب، زيت اللوز الحلو مع زيت نوى المشمش، او زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون حسب نوع البشره. الماسك هذا رائع كذلك البشره الجافه. نتمنى تكون عجبتكم هذا الوصفات هذه بصابون الحجره، صابون الكف. وطبقوها وجربوها، رائعه، ما تندموش عليها. تستعمل هذا الماسكات طبعا 3 مرات في الاسبوع، واللي تقدر تستعملها يوميا تستعملها حسب حساسيه بشرتها. إذا أول مرة تزوروا قناتي، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها. نشكركم حبيباتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. سلام.